واجعل محلي حيث حبستني. لما تقول الشرط ده تخفف على روحك حاجات كتير. طالع انت من مطار القاهرة وقالوا لك احرم من مطار القاهرة، ينفع؟ ينفع، ما هو قبل الميقات صحيح بألفين تلات الاف كيلو، لكن معلش هي ينفع، ينفع من المغرب او من امريكا، ينفع ادام قبل الميقات، ادخل وانت محرم. طيب لبيك اللهم بعمرة متمتعا بها الى الحج، واجعل محلي حيث حبستني. قلت الكلمة دي، ركبت الطيارة، الطيارة اتخطفت، الطيارة اتخطفت، والناس طبعا يعني لسنوا عليك قبل كده وقالوا لك انت فقري يعني ما تجيش، الطيارة تتخطف لما وانت رايح الحج اهو حصل، هنعمل ايه؟ انا مالي رايح الحج ولا رايح العمره؟ انا ليه دعوه ان انا ركبت الطياره وانا الحمد لله قلت ايه؟ لبيك اللهم بعمره متمتعا بها الى الحج، واجعل محلي حلالي، يعني افك الاطار اللي انا مدخل نفسي فيه ده، هو بارادتي وبنيتي وبكل حاجه، حيث حبستني شرط. فركبت الطياره فراحوا ايه؟ العيال الثوريين مش عارف ايه خطفوها، راحوا بيها حته تاني الله اعلم راحوا بيها فين، نزلوا بيها في روما، يعني بدل ما يروحوا الكعب او جد، نزلت لقيت روحي في بلاد تانية وحاجة تانية، والناس بتبص لي تقول الله هو انت لابس كده ليه؟ هو ايه الحكاية؟ هو انتوا اللي اتخطفتوا؟ وهكذا. على طول اروح مغير، افتح الشنطة، ما الشنطة في الطيارة هيوزعوها علينا برضه. بواسير الطيارة بس ريش الحاجات. واجي لابس. الله طب انت كده خرجت من الاحرام من غير ان تتمم شأنه، وهو الوصول الى البيت وعمل العمرة وكذا وكذا الى اخره. قال اه ما انا قلت ايه؟ واجعل محلي حيث حبستني. طب واللي ما قالش؟ كان معانا واحد صاحبنا قال يا عم بلا حبستني بلا بتاع، معانا في الرحلة نفسها، قال لي اعمل انا ايه دلوقتي؟ قلت له انا مش عارفني، انت وقعت روحك في ورطة ما يعلم بيها الا ربنا. قال طب ما سهل اعمل زي ما انت بتعمل. قلت له بس انت ما اشترطتش. قال لي يعني هي جت على الشرط يا خي. قلت له جت على الشرط يا خي. قال لي يعني حكمين مختلفين؟ قلت له اه الحكمين مختلفين، ده ينفع وده ما ينفعش. قال لي ازاي يعني؟ طب اعمل انا ايه دلوقتي؟ انا مضطر، الدنيا برد، الدنيا برد في عز ما بين طوبه وامشير الهواء والزعبير، والنهارده واحد امشير، فالدنيا برد اعمل ايه؟ قلت له في حد يعمل في روحه كده؟ قلت لك قول كلمه ما رضتش، ما هو العند وحش والغباوة أوحش منها. راح خالع ولابس عشان الدنيا برد كده، أخلى بالإحرام وبالحساب اللي الأئمة وضعوه كده هيصوم ست شهور، ست شهور متتابعة. دي مشكلة كبيرة.
مشكلة كبيرة، وده بنسميه أحكام المحصر، حوصر ومنع من الوصول إلى البيت، عمل حادثة، الطيارة وقعت، ما هو فقري بقى، اللي خطفوها دي سهلة يعني، جبت لك الحاجة كويسة يعني ميسرة، فلازم نقول واجعل محلي حيث حبستني، لأنها دخلنا في أحكام أخرى تفصيلية قد لا تستطيع عليها، ملهاش حل. في حاجات كده في الفقه، مسألة اتنين تلاتة ملهمش حل، هتفضل كده معلق. فده يعني واجب ومهم. الاهتمام بدين الله على هذه الدرجة بينشئ شخصية معينة فيها نوع خبوت وخضوع وتسليم لله، وفيها ثواب وفيها التزام وطاعة، فلا بد من هذا الأمر.